احنا اللي بالتي نعطوا لشي واحد الماكله ديالو تدامها ما يجلسش عندنا، يعني ما تيكونش تجمع ولا على حساب هاد المرض ولا حساب هاد الشيء اللي كاين دابا. طبيعه الحال الحاله نقصت 60% تقريبا. لا ما بقاوش دابا، داك الشيء قليل تشوفه انت، شوف الشارع قليل فيه بنادم. لا باقي ما كاين والو هاد الساعات، يساعد يعني ماديا ولا داكشي ما كاينش. حنا شنو فرضت علينا؟ فرضت علينا الناس يدو معاهم داكشي ديالهم. حيت حبسونا هما قالوا لنا ما يدخل حتى واحد، والحركه عندنا شي شويه نقصات والكليان مشاو، ما بقاش ندخل كما كان. كيجيو ولاني ما كيدخلوش، كياكلوا واقفين. ايوا دابا هذا هو الوضع ديالنا صافي، قال ما عرفناش فوقاش هذا الشيء غادي يحبسوه. الحمايه حماية، حيت هاد المرض منتشر في الدنيا كلها، وكل مرة كيقولك ها 10 ها 5 ها 6، كل مدينة وشحال فيها. كيخافوا الناس ضروري ضروري من الخوف. اه ما يتعاد، حتى حنا كنحافظوا النظافة والحماية والغسيل، وكننصح الناس يغسلوا يديهم بالتيد وجافيل والحماية والوقاية، هادشي اللي نحن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.